السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف برنامج اسمه بيك تو بلوكس، ده هيخليك تفهم فكرة الذكاء الاصطناعي وازاي بيشتغل وتعمل برنامج خاص بيك للذكاء الاصطناعي. اول ما نفتحه بقول له ان انا عايز ابدأ مشروع جديد، وبعد كده هقول له ده اسم المشروع، هتسمي الاسم انت عايزه والديسكريبشن. عندك كذا اختيار كل مرة اللي بنشوف حاجة. دلوقتي مثلا هقول له image classifier، وأقول له create project. هو بقى بيقول لك ان انت ممكن تدخل صور من خلال ابلود او من خلال الويب كام، تشغل الكاميرا، وممكن تعمل كذا كلاسيفاير، كذا قسم، كذا كلاس. ممكن تقول له اد كلاس ويبقى فيه 5 6 اقسام. طيب هنا هقول له مثلا ده انا عايز ده يبقى دوج، وعايز التاني يبقى كات. طيب هنا هبدأ ارفع صور الكلاب بالشكل دوت، وهنا في الكات هبدأ ارفع شوية صور قطط، وبعد كده هديهم بقى للبرنامج يعمل تريننج عليهم، يفهم ليه دي الصورة مختلفة عن الصورة ديت، ايه الحاجات المشتركة بالمجموعة الاولانية وهكذا. طيب المفروض بقى ما تحملش الصور كلها، لازم تسيب صورة او اتنين يتدرب عليهم، او يعني نعمله تيست عليهم، يعني هو يتدرب على صور وبعد كده نبدأ نديله صور تانية ويبدأ ان هو يكتشف. هنا بقى هقوله ترين موديل. طيب هو بيقول لي لازم يكون في 20 صورة على الاقل عشان يبدأ يتدرب عليهم، خلينا نرفع شوية صور كمان. فأول ما تضيف هيبدأ إن هو يقارن بين الصور هنا والصور هنا، يعرف إيه الحاجات المشتركة بين نفس الكلاس والحاجات المختلفة بينه وبين الكلاس التاني، ويبدأ يشوف إيه الاختلافات. يعني مش لازم قطط وكلاب، ممكن تبقى مثلا أنواع من الكلاب، أنواع من القطط، أنواع من العربيات وهكذا. هو بيبدأ يشوف إيه الحاجات اللي يقدر إن هو يعتمد عليها. وطبعا كل ما بتديله صور اكتر كل ما يبقى فيه دقة اكتر، يعني لو اديته 500 صورة هيكون احسن بكتير من دلوقتي، انما لما 20 صورة ده المينيموم اقل حاجة. طيب التستنج بتديله صورة مختلفة تماما، يعني لازم تديله صورة ما يكونش هو اتدرب عليها، هو يبدأ يشوف شكل الودان مثلا عند القطط وشكله وهكذا. هو كده بيبدأ يقارن هوت بحيث يوصل للدقة الممتازة، الناس تديله صورة جديدة فيبدأ ان هو يستوعب. دلوقتي عايز تعمل تيست، فهتقول له ابلود وتختار صورة او تشغل الكاميرا، وممكن مثلا تبقى من ضمن الحاجات مثلا اللي اتدرب عليها اللي هي ان انت مثلا مرة تديله صورة وانت لابس ماسك وصورة من غير ماسك ويبدأ يشوفها. تمام، هو اداني صورة فهو يبدأ يقولك ايه ان دي كات. تمام، تديله صورة تانية يقولك انها دوج، بيبدأ يقرر. فاحنا كده عملنا اللي هو الذكاء الاصطناعي ماشين ليرنينج الخاضع للاشراف. الخاضع للاشراف يعني ايه؟ يعني انا اديته الصور دي وقلت له ان دي دوج، وصور تانية قلت له انها كات. في غير خاضع للاشراف بتديله انت الحاجات ويبدا ان هو يكتشف ايه الحاجات اللي موجوده هنا ومش موجوده هنا وهكذا. بيبدا هو يكتشف من غير ما انا اقسمهم، انا هنا قسمت له الحاجات دي. فكره الذكاء الاصطناعي، ولو انت ان شاء الله تتابع معانا هنبدأ ندخل في بقية الأنواع المشاريع. هنلاقي في أنواع كتيرة جدا من المشاريع غير التعريف بالصور، هنبدأ نناقش كل واحدة من دول بإذن الله.